لعل الموت الذي يلاحق السوريين منذ بدء الثورة السورية لم يكفي نظام الأسد وميليشياته، فالاعتقالات التعسفية التي يقوم بها نظام الأسد ما زالت مستمرة منذ عام 2011 من خلال حملات دهم واعتقال بهدف التجنيد الإجباري لإمداد جيشه وميليشياته بالعناصر البشرية. تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان وثق اعتقال 579 حالة في شهر شباط الماضي، نظام الأسد مسؤول عن معظمها، حيث شملت حملة الاعتقالات مراكز المدن الرئيسية والجامعات والأسواق والدوائر الحكومية، كما شملت أسر المقاتلين بالفصائل العسكرية بهدف إجراء عمليات تبادل. الاعتقالات في شهر شباط الماضي بحسب تقرير الشبكة شملت عدة جهات، لكن نظام الأسد كان مسؤول عن 87% منها، كان أبرزها 10 أشخاص من أبناء بلدة البوليل شرق دير الزور، وذلك أثناء عودتهم إلى منازلهم، 13 شخصا في مدينة حماة. الإدارة الذاتية بالحسكة اعتقلت 10 أشخاص في المحافظة. تنظيم داعش قام بعدة اعتقالات في المناطق التي يسيطر عليها بمحافظة دير الزور. هيئة تحرير الشام اعتقلت 8 أشخاص في محافظة إدلب. وأمام العجز الكامل للمنظمات الدولية والأممية تجاه ملف المعتقلين بسجون نظام الأسد، طالب تقرير الشبكة الأمم المتحدة بالعمل على تشكيل لجنة خاصة لمراقبة حالات الاختفاء القسري والكشف عن مصير 86 ألف مفقود، نظام الأسد مسؤول عن قرابة 90% منهم.